هناك أنباء وتقارير أولية عن انتشار مرض الليشمانيا في الشمال السوري مع نقصان حاد في تأمين وإعطاء اللقاحات اللازمة عند الأطفال. أدعو الحكومة التركية والائتلاف الوطني السوري ومنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية ودول الجوار بالعمل على تشكيل ودعم برامج توعية صحية للوقاية وتشخيص وعلاج مرض الليشمانيا وتشكيل ودعم برامج تلقيح عند الأطفال. يجب أن يتضمن ذلك وجود مراكز عناية صحية متنقلة جوالة وبشكل دوري لتؤمن وصول العناية الصحية والأدوية واللقاحات لأفراد التجمعات، حيث أن هناك صعوبة على هالأفراد من الوصول لمراكز رئيسية.